ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة أيضا التي يخرج فيها أبناء مدينة تعز بمسيرات غاضبة للمطالبة باستكمال التحرير من الميليشيات الإنقلابية. مطالبة الشرعية والتحالف العربي بسرعة استكمال تحرير محافظة تعز ودعم الجيش الوطني. نطلب من قوة التحالف العربي أن تدعم الجيش الوطني بتعز بدبابات ومدرعات وأسلحة وأثقلها مقارنة بالمناطق الأخرى في محافظة الجمهورية. هتافات ورسائل مختلفة أراد هؤلاء المحتجون الغاضبون إيصالها للحكومة الشرعية والتحالف، حيث حملوهم المسؤولية عن مآلات تدهور الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة، كما طالبوهما بسرعة تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بانسحاب العناصر الإنقلابية من محافظة الحديدة. منذ 4 سنوات ونحن داخل محافظة تعز لم نجد دعم كامل للجيش الوطني حتى يقوم بدوره في تحرير المحافظة. الناس وصلوا إلى وضع لا يطاق، إلى وضع مستحيل، إلى وضع يريد أن تفتح الشرعية والتحالف آذانهم لما يجري اليوم في اليمن. هناك طوفان من الجوعة ومن الخائفين وطوفان من الشعب، سيلتهم الجميع ما لم يتحرك الجميع حركة مسؤولة، الكل سيتحمل الثمن. 4 سنوات من الحرب مضت وخامسة أوشكت المحافظة الدخول إليها، وما تزال الأوضاع تراوح مكانها مع تفاقم معاناة الأهالي جراء حصار خانق تفرضه الميليشيات في أغلب مداخل تعز. أنقذوا المدنيين من المصير المجهول، أبرز ما تحمله مسيرات تعز على الدوام. فهل ستستجيب الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف لمطالب هؤلاء، أم أنها ستستمر في صم أذانها ككل مرة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.